إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من جديد إخوان. غادي نشارك معكم بعد الفيديو اللي شاركنا في بعد الزوال فيديو آخر توثق يعني جانب من المظاهرات والخرجات التنديدية اللي حصل اليوم في المملكة المغربية في مجموعة من المدن، يعني من البيضاء الرباط أكادير من الشمال إلى الجنوب، يعني كل أقاليم المملكة المغربية تشهد خرجات تنديدية وخرجات وتظاهرات يعني مظاهرات ضد هذا الوضع اللي ولا صراحة وضع مأساوي تعيش المواطن المغربي. لكن قبل ما نخليكم الإخوان تشوفوا هذا الفيديو الموثق لبعض الخرجات ومن بينها الخرجات ديال مدينة مراكش، غادي واحد الفكرة بسيطة، واحد جوج نقاط حبيت نتطرق لهم لمناقشة هذا الموضوع. ربما الإخوان، وحتى باش نكونوا واقعيين، الى قارنا اش واقع الان الحكومه ديال الاخ نوش والاخ نوش شخصيا كرئيس حكومه، هو نفس الشيء اللي كان وقع مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، انه خصوصا تجمعهم واحد القاسم مشترك هو الثروه، ناس اصحاب دوماليين كيف تنقولوا بالعاميه، دوماليين اصحاب راس مال كبير، وناس كان الهدف ديالهم انهم كانوا اصحاب رؤوس اموال يعني مستثمرين ترموا للسياسه طلبا وبحثا هنا حتى الزعامه السياسيه. ترامب قبل ما يكمل 100 يوم كان حصل له نفس الشيء اللي حصل الان للاخ نوش والحكومه ديال الاخ نوش، كلشي تكى عليه، كلشي نزل عليه بالانتقادات لانه سياسته كانت فاشله بحال السياسه ديال الاخ نوش والحكومه الاخ نوش، وتم يعني حتى لم طرف المواطنين الامريكيين كانوا تينتقدوا، يعني الانتقادات كانت بشده، وكذلك حتى الميديا حتى وسائل الاعلام برمتها كانت نازله على الرئيس الامريكي في الوقت ديالو، يعني فاش بعد مرور واحد 100 يوم من الحكم الطربو ديالو على الرئاسه ديال الولايات المتحده الامريكيه، ونفس الشيء اللي وقع مع اخ نوش ونفس القاسم كذلك اللي تيرا يجمعهم بجوج هو ترامب. اذا تتذكروا كانت ودنيه مسدوده، كان راسه قاصح، الناس تيعطوا الاقتراحات تيعطوا، كانوا يعني مظاهرات ضده، هو كان غادي لقدام ما مسوق لتا شي واحد، اللي في راسه في راسه، راسه قاصح، وهذا الشيء هو اللي مطبق كذلك اخ نوش. كنت نتمنى انه ياخذ الدرس من اللي وقع لدونالد ترامب، يعني رغم انه قعد كمل الفتره الرئاسيه ولكن من بعد تالو ليه الصابونه خاوي عمره ومشى في حاله، وانا لا اظن صراحه ان الحكومه اخ نوش غادي تكمل هذه الفتره الانتخابيه ديالها، ما غاديش تكملها الا بقى غادي بهذه الطريقه هذه، لذلك كان انه ياخذ درس من الامثله اللي قدامه، وخير مثال هو دونالد ترامب. والحاجه الاخرى الفارق اللي بيناتهم هما تيجمعهم تقريبا كل الحوايج بيناتهم بحال، الفرق الوحيد هو انه دونالد ترامب في الولايات المتحده كان هو رئيس ديال الولايات المتحده، هو اللي تيحكم في الولايات المتحده، بينما في المملكه المغربيه عزيز اخ نوش هو رئيس حكومه ولكن فوقه ملك يحكم الملك. لذلك نتمنوا تدخل صاحب الجلاله، صراحه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وسدد خطاه، واتخذ قراراته الساميه لتجنب سير بالبلاد الى ما لا تحمد عقباه، لانه الامور صراحه بدات تتفاقم وتنعرفوا الضغط يولد الانفجار، فالمواطن ضاقت به السبل بالغلاء، البطاله، انعدام الخدمات او قلتها، وهذا ما يعاني منه المغاربه قاطبه، لا المغاربه ديال الداخل حتى المغاربه الخارج ما سلموش، المغاربه لا ابناء الجاليه ولا افراد الجاليه ولا حتى المغاربه العالقون لم يسلموا من تقاعس هذه الحكومه في حل المشاكل ديالهم، واولها هو تسهيل الدخول والعوده ديالهم لارض الوطن، لأنه فتح الحدود ولكن وضعين قيود وشروط تعجيزية لدخول وتمكين هاد المواطنين المغاربة، مغارب يعني الجنسية والهوية، منعهم من دخولهم إلى البلد، لأنه وقع مساومة، حتى لك إما تجيب هاجي ولا ما تدخلش، يعني كاينة مساومة من طرف السلطات ومن طرف الحكومة الحالية مع المواطنين المغاربة العارقين الآن أو المغاربة المقيمين بالخارج لتمكينهم من العودة إلى أرض الوطن. نخليكم الإخوان باش ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا هذا الجانب من هاد المظاهرات اللي خارجين بها اليوم المواطنين المغاربة، تيناديو تيطالبوا يعني بإعطائهم الإمكانية في عيش شريف، لا يطلبون المستحيل، المواطن المغربي هو واحد المواطن مسالم يريد العيش في سلام، إعطاؤه يعني ما تيطلبش حاجة مستحيلة، تيطلب أدنى شروط الحياة الشريفة. نخليكم الإخوان تشوفوا هذا الفيديو هذا، ونتمنى لكم امسية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yeah.
الله وراه ماشي. الله يخليك 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 الله Thank you.
فوسفات وجوج بحوره.